عسلامة. عسلامة، أهلا بيك. مرحبا بيك وائل. مرحبا بيك غالية. غالية وائل، باش تعطينا أستوس كيفاش الإنسان يصبح ثري في تونس؟ يصبح ثري في تونس؟ هذه مستحيل. فما برشا أصبحوا أثرياء يعني. فما هي فترة قصيرة. يرد بالك الأستوس هذية، ملي قلت لك كما تحذير انسان ساقط، تاخذ انسان عادي تعطيه شويه قدر، تزيد شويه لهوه وتخليه يتسوق تسله سله، هذه تنجم. كيفاش طلع شنو تولي تحب تولي ثري؟ يلزمك تخدم ليفرور. ليفرور يعني شنو؟ يهز ويجيب. يهز ويجيب قصدك في ال نو 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 نو، يهز ويجيب في الكلام، فهمتني؟ ولا اكل الجمله ما تسخنش تك تك يعمل ترى شنو؟ لا مازلت سخونه. هي مازلت سخونه ديريك بقلي التنار هذه ما فهمهاش، فهمتني؟ ولا يلزمك تكون ليفرور باهي، يزمك ليفرور اه فصانيم، ويزمك القفه الصعف اللي باش توصلها، فهمتني؟ تكون حالفه على 60، فهمتني؟ ولا تكون صادقه باش تمشي صادقه على الاخر. انا قلت لك في وقتنا طوى، في وقتنا طوى اللي يطلبوا في حاكم اكثر من يطلبوا في ربي في وقتنا طوى، فهمتني؟ ولا للاسف في وقتنا طوى كثرت الليفرور في تونس. فما معناها تلقى ليفرور حتى في سوسيتي راه، معناها مش كان بالضروره عباد تصب للامن ولا حاجه. لا مش الامن اسمعني، هذه ميساج ديك انت، مش تهز للامن باش توصل المعلومه، ما نعرفش هذيك في شبهه خطر ولا حاجه برا، ونب على روحك وبتبعت الامن والامان. اما هذا ما كان نحكي لك العباد واللي وصل الحديث حتى بين الكوبلويت، طفل اللي يحب يصوحب طفله وهي يعرفها مصوحبه يهز عليها كلام، يلبسها كلام، فهمتني؟ ماهوش عنده باش يتعاركوا مع بعضهم باش هو يربح القضيه، باش هو بعد تكون ساعتها الحظ ياخوها. مالاش في بالك انت، فهمت كيفاش ولا؟ انا قلت لك اختي الغاليه في وقتنا توا، اللي يحبك وما نجمش يوصل لك يطلع فيك ألف حاجه وحاجه، فهمتني ولا؟ للاسف في وقتنا توا اللي ما يوصلكش في الدنيا هذه يعمل يطلع فيك اكثر حكايات، فهمت ولا لا؟ في وقتنا توا انا قلت لك للاسف مزيد تولي لباس عليك في تونس. شو معناها توا يولي ثري من خلال الحاجات هذم اللي توا حكيت لي عليهم؟ يعني ليفرور يهز ويجيب في الكلام، هل يخلص عليها معناها؟ فما يخلص على هذين الكلام؟ فما موجود، فما اللي قلت لك، فما اللي لكاكا، وفما اللي في سبيل الله، وفما اللي ما يخلصش. انا قلت لك لكاكا ترى شنو اللي خراب العائلات، خراب الديار، يحب العاني كي يدخل. فما اللي قلت لك هذيك فما طبقات، هي فهمتني؟ عباره تجيت، عباره فيلا، فهمت ولا لا؟ للاسف توا انا قلت لك وليت هكاك توا الدنيا، علاش ولينا هكا نعيشوا؟ هذه في خبر امشي انتج وبرخدم على روحك وسايب عليك بريق زايد، فهمتني ولا لا؟ انا قلت لك الليفرير ما عادش ينجح في وقتنا توا، الليفرير بتاع هزين الكلام ما عادش ينجح في وقتنا توا. انا قلت لك يا تخدم انت مراحل، تخدم راجل كما قلت لك وتخدم وسايب عليك برجوليه من حكايه هذه، اعطينا حاجه نعيشوها ابار العيشه هذه اللي نعيشوا فيها توا. ما فماش عباد تحب تطمح، ما عادش عباد تحب تطمح، الكل تحب اللقمه البارده وكلها عايقه والديها وكلها ما نعرف شنو، فهمت ولا لا؟ يمكن وائل هزين الكلام يعني وجيبين نلقاوها طريقه سهله يعني للربح، لربح المال. ربح المال وربح حتى انا قلت لك العلاقات. شنو؟ دعشر وزيد لفحايا في وقتنا توا، ان شاء الله ربي يتيح فيك يا ربي حني، ان شاء الله ربي يتيح فيك. هذا ميساج لك انت يلي تحب بالرسمي تخرب ديار عباد، والا تحب نعرف شنو تنطر عبد على عبد، ولا فهمتش كيفاش؟ مثلا انا عارف ما الله لا يوصلني ليه الحاجه دي، انا عارف نلقى واحد تحتي كيكه يطلع لي من لا شيء، يحب يهز فهمتني الرزين. انت اللي تحب تهز الرزين سايب عليك، برمشي اخدم على روحك وانتج على خاطر الدنيا تدور، واللي كنت باش تكون سبب في خراب حاجه راه الدنيا تدور وباش تيح فيك، فهمت ولا لا؟ يعني يلزمك تنتج انت على روحك، والمسامح كريم نقول لك في الدنيا هذه، فهمت ولا لا؟ يعني تعلم مسامح وتعلم حنن قلبك، فهمتني ولا لا؟ سايب عليكم، علاش ديما كان نحن في النمبر 1؟ كان في حقوق الوالدين، كان في الحكايه هذه، كان في الخيانه راهو نمبر 1 زاد، كلها تخون وكلها ما نعرف شنو. وائل راهو ما ننكروش انه فما مرض يعني تلقاه عند بعض الناس اللي يحبوا يعملوا مشاكل من بين اي زوز. هي تو هذه هي اللي حكيت لك عليها، تو هكاك هذني قلت لك للاسف فما شكون يلقحوا له، فهمتني ولا لا؟ ضد الكوفيد، فهمتني؟ وفما يلزم يلقى هذا ما فيهوش تلقيح، حكت اللي عنده مرضك اللي بالرسمي يفتن بين العائلات، وكل يدخل بين كوبلويت ويدخل بين البو والام للاسف، فهمتني ولا لا؟ علاش حسب رايك علاش؟ هذا مرض. انا قلت فما شكون يطمح باش يكون لاباس عليه، فما شكون يطمح باش يكون هكاك، فهمتني ولا لا؟ ليفرور، فهمتني ولا لا؟ انا قلت لك اللي تهز الكلام ان شاء الله ربي يتيح فيك وفي صغارك وفي امك وفي عائلتك واللي باش تعملوا انت، فهمتني ولا لا؟
اللي باش تعملوا انت باش تهز الكلام وماشي بالك باش تعمل انجاز عظيم باش تعمل لهنا انا رد بالك انت توا ماكش تخلص في الاخر رد بالك ربك سبحانه وتعالى انا قلت لك وقتنا توا ما يسمحش ما يسمحش اللي بالنوعيه اللي كيما هكا فهمت ولا لا يسمح كان يقلبوا به واللي صادق واللي يصلي فهمتني والباقي انا قلت لك للاسف راه ما يرحمهمش. هل تعرفت في حياتك على عباد معناها هكا صاروا مواقف نتاع فتنه هكا عملوا لك مواقف نتاع فتنه؟ فتنه وزين كلام والدنيا كله ها واللي يحب يطلع ويحب يولي من جماعه الان موجودين فهمتني اللي عندهم برشا طاحونه فما طاحونه حاله كاستينغ تو فهمتني ولا فما طاحونه حاله كاستينغ وتنتدب تنتدب فهمتني ما نقول نحن كلمه طاحونه فرق ما بين مثلا الفرق ما بين الواحد مثلا من بعد كيفاش نقولوا مثلا مذكر مذكر هي طاحونه باش يخرج من بعد واحد فهمتني لازم انت تعرف انت والكاستينغ لازم تكون مريقل وتهز بالرسمي الكلام تهز ولا قاعده وتكون صادق فهمتني ولا باش توصل انت تولي نمبر 1 وتوصل للحاجه اللي حبيت عليها انا وصلت لها تحب تفك لي بلاصتي فهمت ولا لا هذه ميساج ليكم انتوما سايب عليكم تاريخ زايد فهمتني ولا لا وبرو انتجوا وراي الدنيا مش دايما حد راني قلت لك فهمت ولا لا فهمت انا قلت كما قالوا الصبابة ولو بانديا او بانديا وما تبكيش يا عيني غي هم غدوة توفى ربتي او ربتي وين نخرج وين حزهم بيدي والله باش يجيكم نهار اقسم بالله اللي تعودوا في الكلام انتوما واللي بالرسم تفتنوا واللي ما نعرف شنو انا قلت لك ماهيش دايما حد الدنيا هذه والله اللي دايما حد برمشي رضي بوك وامك فهمتني ولا وبوسهم وطلب منهم السماح هذا نحكي عليك انت يا اللي تهز الكلام اللي تهز الكلام برا قلت له مش دايما الحد راه والله اللي دايما الحد وزيد اعطيني حاجه اعطيني البيوت اللي شنو باش يوصلوا لها كل واحد ربي سبحانه يعطيه من بعد يجبد بيه البساط وقتها انا قلت لك وقتها يقول يا ليتني علاش ما كنتش هك يقول يا ليتني فهمت ولا لا كيفاش تتعامل معاهم الاشخاص هذ الاشخاص هذوما نتعامل معاهم طلع شنو ما نحبش نعيش معاهم كيما هما نتاعك ما كنت خدمت معايا ما نعرفش شنو انا اللي نخدم معاك نتعامل معاك بحذر 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 يلزمني نكون حذر منك ونكون خاف منك في برشا حاجات ويلزمني ما نعطيكش الجنب فهمتني ولا الجنب ما نعطيكش على خاطر كل واحد راهو جرعه الامل في الحياه هذيا اللي شكون تتعطى للصادق والصافي واللي مرضي والديه والدنيا كلها فهمتني من النوعيه اللي كيفكم انتوما اللي مفكم اللي الدين لمله فهمتني ولا لا اللي ما تنتميش شعر سيدنا محمد فهمتني ولا لا ما عندكمش منها سايب عليكم تاريخ زايد يشوف ربي سبحانه وتعالى احنا موفرنا كل شيء فهمتني العيشه والدنيا والرخاء وكل شيء كل شيء تابع علينا من قيس سعيد ومن الدوله من كل شيء فهمتني ولا لا ماهيش طموحاتنا هذيك والدنيا كلها نحن نخدم رواحنا ونحن نكون كل شيء فماش حتى طنيعه كان في ربي سبحانه فهمت ولا لا يعني نحب نقول لك طلع شنو فلسطين ريتها فلسطين انا قلت فلسطين تستغيث فلسطين تحب توفى يعني الحاجات هذيا وتحب ترجع لحياتنا العاديه واحنا ماناش حامدين ربي في حتى شيء فهمتني نبي للاسف انا قلت لك يحمدوا ربي كان كي يعصوا ما يعرف ربي كان في العواشر فهمت ولا يعطيك الصحه وائل